السلام عليكم حبيبتي، اليوم راح ندير لكم طبق واللي هو غراتان شوفلور مع الدجاج. مادام راهو متوفر في الفصل هذا استغلوا الفرصه وديروه. اول حاجه تجيبي الماء في قدره، تحطي الماء يغلي وتجيبي تقطعي الشوفلور تاعك، تغسليه، ديري حسب العائله تاعك شرح ديري الكميه، تغسليه وتضيفيه الى الماء وتزيدي له الملح بطبيعة الحال. أول شيء هو نحطو شوفلور تاعنا، ديجا حطيته يغلي، نضيفو له قطعة دجاج اللي تحبيتي معها، ندير له شويه ملح، نضيف له شويه فلفل اسود، وندير له شويه زيت. ونخليه يغلي لبيلة ما طاب اللحم معاه. هنا راهي طيب الشوفلور تاعنا، في نفس الوقت نحضروا كريم بشاميل. في كسرونة حطيت زبدة، حطها ذوب فوق النار، هاي درت الزبدة تاعنا، نضيفو لها ملعقة ونصف فرينة. أنا في الحقيقة نحب النشا لأنو النشا يجي خفيف بزاف أحسن من الفرينة، بصح أنا متوفرليش. نقص القاص تاعي شوية، نجيب هذا أحسن لأنه يخلط أحسن منه. هنا نضيفو الحليب نتاعنا، زوج كيسان حسب انتي واش تحبي، كاين اللي يحبوها تتشمخ كاع، كاين اللي يحبوها غير من فوق. نضيفو لها قرصة ملح، نحركو توجور، نبقاو نحركو باش ما تستعبرش هذيك الفرينة حتى تولي عقدة. ها لاصوص تاعنا جاهزه، شوف كي جات عقده، جات هايله. درك نضيفوها للطبق نتاعنا. ها الشوفلور تاعنا، نشوفوه اذا طاب نديرو بلوس. ها طايب مام الدجاج، درك نسربيو في البلا تاع الكراتو. هاو اللحم تاعنا في التتو، نزيد هذا ثاني قطعته شويه صغير، قطعو شويه صغير باش نقدروا نديروه في البلا. دوكا سربيوه في البلا.
سربيوه هنا في البلان. دروك نسربيو الدجاج تاعنا. اذا عندك الفيون داشي ديري فيون داشي، اذا عندك لحم احمر طيبيه وديري ثاني ما مقلي. اذا جمدت لك صلصه البيشاميل تاعك عاودي سخنيها ومن بعد ديريها في كل بلا عادي جدا. هنا ديري صلصة البيشاميل تاعك، حركي حاولي تحركي هكذا حاولي تحركيها باش تجي كاع تدخل بين الشوفلور تاعنا. دوكا ندخلوها في الفوغ وتشوفوها بعد ما الجراتان تاعنا جهزت طابت طيبتها من تحت ومن بعد تحمرتها من فوق وجات ما شاء الله كيما راكم تشوفوها هكذا. ها الشوفلور تاعنا طاب، نتمنى انكم تجربوها. ما تنساوش اذا عجبتكم ديروا جيم لا فيديو وديروا متابعه للقناه تاعي وشهيه طيبه.